خليني أبدأ معاك لأن عندنا ملفات كتيرة، بس نبدأ بامبارح. يعني كان توقعات حضرتك أصلا لماتش الأهلي والمريخ إيه بأمانة؟ وفي نفس الوقت هل امبارح كان ليك أي تعليقات معينة، طبعا بجانب الأخطاء التحكيمية عشان ده ملف لوحده هنتكلم فيه بالتفصيل، بس كان ليك توقعات معينة وحصلت امبارح في المباراة؟ يعني هنقول إن النادي الأهلي اللي انتهى بيه في مباراة فاركو بدأ بيه في مباراة المريخ، اللي هو الضغط الروح، وأحرزنا هدفين. كويس، تمام. كل الناس بقت عندها دلوقتي، المشاهد او مشجع النادي الاهلي عارف عنده امكانيات وعنده ثقه في لعيبه النادي الاهلي، يقدر يسجل مره واثنين وثلاثه. فجاه انت وصلت للدقيقه 42 وانت مستحوذ على مجريات المباراه، دخلت المريخ في الجيم تاني من الاول وجديد بعد ما احرز هدف في الدقيقه 42 ونص. خلاص فاضل دقيقتين والحكم هيصفر. طيب انت دخلت نفسك في حزب بيرما اللي هي ايه، لازم اعزز الهدف يا اما الراجل ده هيضغط عليا. طيب الطلاسم اللي عملها فرقه المريخ انت فتحتها بعد الهدف الثاني، فتقدر تعزز وتامن الدقيقتين الباقيين وتبدا من الشوط الثاني باسلوب جديد، ويبقى عندك غيارات ومفاتيح لعب جديده تطور بيها الاداء عشان تبقى بتضغط على فرقه المريخ. فرقه المريخ متواجده في مصر بقالها 70 يوم، فحافظت ملعب السلام بالكامل. شكلهم امبارح زي ما يكون ملعبهم صحيح. شغالين بقالهم فتره. في الوقت اللي مستر موسيماني بيفكر ان يعزز ويامن عمليه الربط ما بين خط الظهر ونص الملعب بحمدي فتحي، الموازين اتقلبت وابتدى يبقى حسين الشحات وطاهر على حساب تاو وعلى حساب عبد القادر. دخلنا في مجريات المباراه الشوط الثاني بفكر جديد. الاهلي استحواذه لنص الملعب قل، ابتدى الاهلي يضغط عليه. في الوقت اللي حمدي فتحي نزل فيه، اللي هو الاهلي فقد تركيزه لمجموعه دقائق. ليه؟ ما احنا يعني حضرتك احكي لنا او اسرد في شرحك، بس عايزين نقف عند كذا حاجه فعلا من الوقائع اللي حصلت امبارح، عايزين نعرف ليه. انا مش هقول على لعيبه النادي الاهلي بس. يعني احنا كنا موجودين في الكيان ده وما زلنا موجودين، احنا بنقول دي طبيعه اللاعب المصري. المصري بقى اللاعب المصري دخل فينا هدف او اتنين بيجينا اريحيه معينه ان احنا امتلكنا زمن الموضوع. طب ما انت دخلت نفسك في حزب بيرما في ماتش فاركو، جبت واحد واتنين وتلاته، دخل فيك جون، عززت، تقدر تعمل ده. طب ما من الاول هم ال 90 دقيقه درجه تركيزي تشتغل من الدقيقه واحد لغايه صفاره الحكم. بالظبط. طب احنا ما بنتعلمش ده ليه طالما ده اتكرر اكتر من مره قبل كده وكلنا لمسنا وكلنا شاهدنا على ضياع بطولات في بعض الاحيان نتيجه ان اللعيبه بتاعتك اكتسبت الثقه بعد ما جابت هدفين ولا حاجه وريحت عليهم. يمكن هقول لحضرتك حاجه انا تملي بقولها، ويمكن ده مش اعتراض على مدرسه مستر موسيماني. تملي بقول له انتهى الدرس مستر موسيماني، محاضره محمود الخطيب مع حفظنا بالالقاب غيرت موازين الكوره. العامل النفسي، انت عندك احسن لعيبه في مصر. العامل النفسي ده ليه شكل تاني. نمره واحد، انك السرعه انك تجيب محمد عبد المنعم من بطوله الامم وتدخله يحصل انسجام بينه وبين لعيبه النادي الاهلي، ما حسناش، ده بيته، التربيه اللي هو متربيها داخل النادي الاهلي عززته ان هو يبقى موجود وما فيش بعد. عارف بقى يا استاذ كريم، اما يبقى الناس كلها بتفكر هو الشناوي خرج ليه؟ وشنو ضغط ليه؟ انت في الملعب شكل وانت بتتفرج شكل تاني خالص. اكيد. وانت في الملعب الموقف محتاج ده. لا، ومطلوب منك تقرر في كسر من الثانيه. ما بنلحقش يعني طبعا. الشناوي اما لقى التحرك ما بين محمد عبد المنعم وما بين رامي ربيعه وما فيش ربط ما بين الاثنين، قال اطلع اقفل على زاويه التمرير اللي اتعملت مع توني ادجو. ليه؟ عشان هيبقى عندي ثلاث حلول، هتخبط في جسمي، عندي ايدي تقدر تساعد، عندي رجلي تقدر تساعد، يبقى عنده ثلاث حلول. خدمته وراحت في حته تانية خالص، جه منها هدف. الجون الثاني النادي الاهلي بيخش فيه ثلاث اجوان في ماتشين، ما تحصلش. هدفين المريخ وماتش فاركو الهدف، لازم تمرنتي تبقى باينه. الاهلي بيتضغط من كل اللي حواليه، من المباريات، انت خلصت امبارح عندك الثلاث بيراميدز، يعني النهارده تمرينه خفيفه، يوم الاثنين هتاخد محاضره شفهيه لتصحيح اخطاء ما بتلحقش تعدلها، ما بتلحقش تعدلها. هتخلص ماتش الثلاث، هتريح الاربع، هتكون في جنوب افريقيا يا الخميس يا الجمعه الصبح عشان تلعب ماتش السبت. مش ده صعب؟ ده ضغوط على اللعيبه طبعا. طيب هنقول ده كله احنا متعودين على كده، هنريح نفسنا ونريح النقاد ونريح الناس اللي عايزه تهز حته من الكيان. احنا متعودين ضغوط الماتشات، احنا متعودين عليها. النادي الاهلي في الوقت ده المحاضره او الحديث اللي هيبقى من بين مستر موسيماني واللعيبه هو التهيئ النفسي والدفعة المعنوية لارتفاع الروح اللي احنا هي دي المكسب رقم واحد. الاهلي لما خلص مباراة فاركو كسبنا خمس حاجات هم اللي احنا شفناهم في ماتش المريخ. رجوع محمد شريف للتهديف مرة تانية،
ثقة النادي الأهلي في أدائه، الروح اللي كانت مش موجودة، الأرقام اللي هي 4 و3 و2 لتعلية نسبة الأهداف، 5 استحواذك على مجريات المباراة. أنت امبارح أما كشرت عن أنيابك عمرو في الدقيقة، من الدقيقة 77 للدقيقة 81 الأهلي أحرز هدف. عايز تعرف شكل النادي الأهلي إيه؟ من الرياكشن بتاع عمرو السولية وهو بعد الهدف. مش إحنا اللي بنتهز، إحنا نقدر نجيب جون في أي لحظة، بس مش كل مرة هتسلم. الدرس بالنسبة لنا هيبقى كده. حصلت والدرس كان جه بدري شوية بس استفدنا منه، اللي هو ماتش سان داونز. أنت ضاغط وماسك مستحوذ على مجريات الملعب وكل سيطرتك على الملعب، وفي دقيقة هو جاب هدف وقفل وضغط عليك وعمل تكتل دفاعي عشان يخرج من مباراة البر الأمان. مش كل مرة أنا هبقى فاهم الدرس، غيري برضو بيفهم وغيري برضو طبعًا. بيعرف يشرح طبعًا. وغيري برضو بيعرف يحلل، بيعرف يحلل أداء لاعيبة النادي الأهلي. كويس. امبارح تاني كل الناس بتضغط على النادي الأهلي، هو ظهر علي معلول، انتوا نقاد ولاعيبة وخبرة وكل حاجة طبعًا. احنا متعودين على كده. لعيبة النادي الأهلي فجأة بتخرس كل الألسنة دي ان هي تكسب الثلاثة بونت. انا خدت اللي انا عايزه المباراة، كسبت 3 بونت، صحح اخطائي عشان ما تتكررش بالزبط. في المباراة اللي جاية احنا عندنا واللي في بعدها.